يا رندلة، إذا بدي خبر عن بطولات جيشنا بقيادة العماد عون ما بخلص. أساساً هو ما وصل على قيادة الجيش برضا أي من أركان الطبقة السياسية الحاكمة بوقتها. وصل لأنه الوحيد اللي كان قادر يوحد الجيش بوقت كان لبنان مقسم. ومن هون صار اسم الجنرال اسم علم بيعني ميشيل عون، مثل ما كتب صحافي فرنساوي. من هون ومن كل وقفة مجد وقف الجنرال وعدي شعبه وجيشه كرامة. بتعرفينك شي فعل بطولي من هالمسار الطويل؟ في كتير، بس رح اروي قصة صارت ب13 تشرين عند خط التماس على نقطة الدوار. اشتبكت فرقة من السوريين مكونة من كتير قوات ودبابات مع وحدة من 3 جنود بقيادة رقيب. تمت إعاقة السوريين لمدة 3 ساعات وتكبدوا خسائر فاتحة بالعديد والعتاد. ولما تجاوزوا النقطة أخيراً سأل الضابط السوري عن نظيره، فقال له الرقيب ما في غيري. سألوا وين الجنود أو الموتى، فقال له عنا قتيلين ونحن 3 ناجين. فألقى الضابط السوري عليه التحية وقال له علمتنا اليوم درس بالشجاعة. ذكرني هالرقيب بعبارة وردت على لسان فيروز بمسرحية بيترا: ربال كون المجد بتكون العدد.